لما طلع اسمك وبلشت مشاكلك ببيروت ونور مش مرتاحة، هالشي كان واضح لثروت. جرب معها بكل الطرق بس ما في فايدة. هالشي خليه يدور تيقدر يوصل لدليل وتأكد من علاقتها فيك. تأكد؟ ايه، هو كان شاكك بالأساس. وشو هو الدليل هذا بالله؟ خاتم كان جايب لي هدية ولقوه حتى اختك انه عم يفتشوا بالبيت اللي كنت مخبى فيه. طيب وبعدين شو اللي صار؟ أزاها؟ أزاها وبس. حربة بشغلها، سكر عليها كل البواب، وصلت لمرحلة ما قادرة تمشي بالشارع من الفضايح اللي لفق لي إياهم. ما بده من يخبرك عن ثروته ومركز ثروته وصلاحياته شو بيقدر يعمل. المهم هي بس حست إنها خسرت شغلها وسمعتها قررت تسافر وجن جنون وثروت. ما عم افهم عليك. منع عن السفر، هي ورايحة على المطار خطفها وحجزها عنها. شو عم تحكي انت؟ هي لساتها هون بالبلد؟ وين هي هلا؟ طمن، بعده تاركها عايشة. يا ابو علي اجمع لي الزلم برا. قيصر علاء فراس معه شباب المسار. بغريبة انك جاي لعندي برجليك، يعني ولا مؤاخذة، لشو لحتى أوثق فيك وانت عيد اليمين؟ ها؟ ما توثق فيك، تتأكد بنفسك. بس حط براسك لأني أنا إيده اليمين ما قادر أعمل شيء، كل حركة محسوبة علي. كرمل هيك ما لقيت حدا غيرك يقدر يوقف بوجهه.